السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مشروع اسمه xeokit.sdk. المشروع ده هحط الرابط بتاعه اسفل الفيديو. هو عبارة ان انت بتشوف الملفات الـ IFC اونلاين، تقدر تشوفها بالشكل دوت اهو. تقدر تشوف الموديل، لو عندك اكتر موديل تقدر تخفي وتظهر الاوبجكت، العناصر اللي موجودة IFC سايت اهو. تقدر تظهر دور مثلا او تخفي دور زي ما انت عايز. ممكن يسمون لك كلاسز بالشكل دوت، يعني ممكن تخفي مثلا كل الأعمدة مرة واحدة أو تظهرهم. ستوريز بالأدوار، تقدر إن أنت تاخد سيكشن عامل هو بالشكل دوت، فتقدر تتحرك أهو. كل ده اونلاين من غير ما تسطب اي حاجه خالص. تقدر تعمل سيلكت على اي عنصر ويبدا يجيب لك الانفورميشن بتاعته. ممكن تعلم هنا وتقول له انا عايز فيو فيت او عايز اشوف اكس راي او اكس راي اذر، عايز يخليك بيت العناصر خفيفه، فتقدر تظهر المشروع كله. ممكن تقول له ريسيت فيو فيرجع للاصل، ممكن يخليها لك برسبكتيف او لا فيو فيت. ممكن تخفي بعض العناصر وتظهرهم، وفي اكتر من سامبل لمشاريع مختلفة تقدر تشوفهم هنا. تقدر تعمل داونلود للملفات ديت، بحيث ان انت على الموقع بتاعك تقدر تعرض المشروع بتاعك او البروجكت او الملف الاي اف سي على الموقع بتاعك. ده موجود هنا، تقدر تحمله مجانا.